حياة غلطة بدون موسيقى، هيك بقول نيتشه. عشق الموسيقى من وقت ما كان عمره 16 سنة، وقد ما كان عنده ولع بالموسيقى تعلم على أكثر من آلة وصار يتنقل من اختصاص لاختصاص بالمجال الموسيقي. بيعزف على آلات موسيقية عديدة وبيعتبر التربية الموسيقية أساس بحياة الشعوب. لويس صافي هو ضيفنا بعيون بيروت لليوم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، ميرسي. أكيد مشرفنا اليوم ومشرفينا الآلات، يعني أنت بتعزف على الساكسو، بتعزف على الكلارينات، وبالنص هو الجيتار، وبتغني كمان. هالموهبة الموسيقية بلشت من عمر 16 سنة، أنت من عائلة موسيقية ولا مين اكتشفك موسيقيا؟ الحقيقة هو أنا مش من عائلة موسيقية، بس الوالد والوالدة من عشاق الموسيقى، يعني كتير شجعوني، وكان حتى بي صوته حلو، كان يغني عبد الوهاب و فريد الأطرش وهيك اشياء. بقى تأثرت انا بالاجواء، ربيت عدينة موسيقيه، ربيت على عشان هيك انا بركز على الاديوكاسيون ميوزيكال، لانه الولد من هو صغير بتطبع الاشياء فيه، حتى من هو جنين يعني بتطبع هالاشياء فيه اللي بتاثر خاصه بالموسيقى. هيك كانت البداية. بس بالعادة لويس، لما أولادنا مثلا نعلمهم موسيقى بنعلمهم من عمر الأربع خمس سنوات، أو منروح على المعاهد الموسيقية بنسأل بأي عمر، بتعرف أول شيء بيبقوا الأهل أي آلة حبين، وبعدين بيشوفوا أولادهم بأي آلة رح يتعلقوا. فبنصير نقول إذا بدنا نعلمهم جيتار بأي عمر بيقدروا يحملوا الجيتار، إذا بيانو إذا غيره. فأنت ضليت لعمر الستاش. نعم، أنا ثاقبت لأنه الظروف ثاقبت. نحن كنا بزمن يعني ما في وعي مثل هلا، وعي ثقافي أكثر أو شيء، كان زمن تعرفي يعني. أنا عم بحكيكي أنا من أيام الأبيض الأسود، كثير قديم. لا يا عم، ما مبين عليك هيك لابس أبيض. إيه بس بقى لا، أنا من أيام مماليك يعني، كنت هذا كان وقتها. نحن ما في إنه بالمدارس إدوكاسيون موسيقى، كان أنا ساعة موسيقى بس، يجوا الأساتذة نقعد نحن نلعب ونتشيطن وشغلات من هالنوع، ما كان فيها التركيز على الاشياء هيدي. سو هلا الواحد بصير الخيار عنده بس يوعى. هلا انا بس وعيت حسيت انه انا كثير قريب من هالموضوع، وكنت كثير اعشق بس اسمع، اتامل التوزيعات، اتامل الاشياء اللي عم تصير، الكلام هيك تاثرت، وقلت قررت اخذت قرار انه بدي اتعلم آلي موسيقيه. وكانت اول آلي هي الجيتار. دخلت على الكونسرفاتوار بال 75. عملت جيتار، كان على رياض الصلح البرانش وقتها هونيك مع مسيو جوزيف اشخانيان، وعملت ماتيار تيوريك واتسترا، وانطلقت من هونيك. صار في حرب شوي، بهالحرب طبعا تسكرت هالمؤسسات هيدي، انا صرت اعمل مجهود شخصي، جيب ميثود اشتغل عليهم، جيب كتب، لانه كانت الرغبه كثير قويه. خلص لما يصير الواحد عنده شغف بموضوع معين بده يروح فيه على الاخر، وهيك صار معك 100%. 100%. خلينا لكن نكسب وقت معك اليوم ونتعرف على كل آلة. في البعض منا رح نسمعك بس عم تعزف عليها، والبعض الآخر عزف وغناء. منبلش بالكلارينات؟ نعم، الكلارينات. كلارينات هي آلة بالأساس، آلة كتير قديمة. فينا نشوفها هيك؟ بدنا نعمل شيء بيو عنا حكي ولا دغري؟ بنعزف وبنحكي، بس هيك بنكسب وقت أكثر. أوكي، كلارينات هي منقول عنها سيت ان انسترومون افون، هي آلة نفخ بسموها بالعربي. هالآلة انعملت اخذت من عدة آلات قديمة بالأساس، الشاليمو الفرنسوية، وتطورت سنة 1690 اللي طورها دينر، كان اسمه جون ريتشارد دينر. سو هذه الآلة صارت تلعب بالأوركسترا الكلاسيك، وتطورت أكثر، وصرنا بلبنان حتى كمان عم نلعب. حتى آلة حلوة يعني، شكلها حتى بالبيت كثير ناعمة وحلوة. تفضل، بدك تعزف هلا سترينجر أون ذا شور؟ نعم. أوكي. Into the background. Thank you.
برافو كتير حلو. أكيد هلا تعرفنا على الكلارينات وبعد شوي على الساكسو على الجيتار، بنسمعك عم تعزف وعم بتغني. بالعادة الواحد بيركز على آلة وحدة وبده سنوات طويلة، إنه اختصاص الموسيقى من أصعب الاختصاصات لأنه بياخذ كثير سنوات لتصير محترف، يمكن بتروح 10 سنين عم تعزف بتكون بعد كثير ناقصك لتصير عازف ماهر. كيف قدرت ركزت على 3 آلات مع بعضهم؟ هي الحقيقة واحد بس ياخد الباز تبع الموسيقى لما بيدرس، مثلا لما بوسع التيوري والأرموني والدراسات الموسيقية كلها بتصير الآلة هينة عنده، ما بقى عنده إلا البراتيك ولا ياخد ميثود يشتغل عليها، بصير بيعطي من وقته لكل آلة بالنهار. أوقات مثلا ياخد آلة لفترة من المعينة بيشتغل عليها، فترة معينة بيشتغل عليها، أوقات بيشتغل على كذا آلة مع بعض، هيك بصير واحد يتنقل بين الزهور يعني ببيته وبين ما بيزهق. المهم انه في على طول مواظبه على التمرين، يعني اوقات بيلحقني تمرين بالنهار 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات. يعني لما نقول حياتك موسيقى يعني حياة عن جد موسيقى. اخذت من حياتك الخاصه 100%. كل حياتك موسيقى. نعم يعني هوس هجس. هوس وهجس. وبالنسبه للغناء يعني كمان موهبه الصوت لويس موجوده؟ الغناء الغربي خاصه، انا هلا عم بركز على الغربي، الغربي بيتكل اكثر على جمال الصوت، بيتكل على التكنيك تبع الصوت. اوكي. يعني الطريقه اللي بتغني فيها، الاداء، الصوت الصحيح يعني اللي بيكون ماشي على الطبقات المضبوطه والى اخره. فاذا انا هون انا صغير كنت احضر هالشونتور على التلفزيون وكذا، اتاثر، صير انا ونايم احلم انه انا واقف على تياترو عم غني مثلهم. كمان فتت بالمشروع، واللي اكثر شجعني هي آلة الجيتار. كنا لما نروح مثلا جروبات مع اصحابنا، طبعا مع الجيتار بيكون في شيء، مع الجيتار كنت غني معهم ومشيت هيك الخبريه. وغني معنا ان شاء الله. يلا نبلش نحمل الجيتار. وندرفول وورد. لا الوندرفول وورد رح نقولها بلا جيتار، رح نقولها. اوكي طبعا هاي الاغنيه